لقاء مع اللاعب علي أمان ولد عم مكي، كيف المستوى المباراة علي؟ والله المستوى ما شاء الله عليك علي، هداف في البطولة، من الهدافين. كم هدف جبت اليوم؟ واحد بس؟ لا بس المباراة اللي فاتت ما شاء الله جبت أهداف، كنت ثلاثة لو أربعة؟ لا بدع ممتاز خطير، بس يعني قام يضيع صح؟ بس المباراة على الأول إن شاء الله بيهدفهم. موفقين موفقين أبو حسن، إن شاء الله موفقين. فين فريقين؟ والله صراحة أنا أشهد إليهم صراحة على المستوى، مستوى عالي والله، يوفقهم صراحة. لو تقابلتوا ويا ديوانية الحر صح؟ وانهزموا 5-4، هم فازوا 5-4، وان شاء الله اللي يلعب افضل اليه الفوز، لا يزعلوا ديوانية الحر.